تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية، مجموع المحاضرات التي ألقاها بالجامعة المصرية حضرة الفاضل حفني بك ناصف، أستاذ الأدب بالجامعة المصرية ووكيل محكمة طنطا الأهلية. خطبة المدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن جعل الأدب حلية العرب، وصلاة وسلاما على رسله الأعلام وأنبيائه هداة الأنام بأقوى الحجج وأفصح الكلام، ونخص بالذكر منهم في هذا المقام هودا وصالحا وإسماعيل وشعيبا ومحمدا أئمة البيان وفخر قحطان وعدنان. وبعد، فما كان يخطر لي ببال حين اجتمعنا منذ بضع سنين للتكلم في إنشاء جامعة مصرية أن أعيش إلى أن أمتع نظري برؤية هذه الجامعة المتمناة، وأبقى إلى أن تظهر للوجود آهلة بالطلاب عامرة بالدروس. ولو قيل لي في ذلك الوقت أنها ستنشأ قريبا وتكون أنت أحد المدرسين فيها لما صدقت، لعلمي بأن مثل هذا العمل الكبير يحتاج لزمن طويل تستنهض فيه الهمم لجمع الأموال وإعداد الرسائل بالتدريج مع ما تعلمون من قرب عهد أمتنا بالنهوض الأدبي. ولولا أن قيض الله لنا عناية أميرنا المحبوب فمد لنا يد المساعدة وأخذ هذا العمل تحت رعايته وأسند رئاسة الشرف لولي عهده المفدى ورئاسة العمل لعمه الغيور صاحب الدولة أحمد فؤاد باشا لما برز هذا المشروع بهذه الفخامة في مثل هذه المدة القصيرة. وقد أظهر دولة الأمير فؤاد باشا أهمية كبيرة تناسب مكانة بيته الرفيع، فواصل ليله بنهاره وضم إليه جماعة من أولي الدراية والعرفان، فبذلوا نفيس أوقاتهم في تأسيس الجامعة والسعي لكل ما فيه فائدتها، فأعدوا المعدات ورتبوا الوسائل، فظهرت الجامعة في العام الماضي كالعروس تتجلى في الحلي والحلل. ولم يكن في دروسها التي ألقيت في العام الماضي درس في تاريخ أدب اللغة العربية، لأن الشيء في العادة لا يظهر دفعة واحدة بالغا نهاية الكمال، بل يتدرج في النمو شيئا فشيئا حسب السنة الطبيعية، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقد قررت إدارة الجامعة أن يضاف في هذا العام إلى دروس العام الماضي درس جديد في أدب اللغة العربية لتشوف الطالبين إليه وإلحاحهم في الحصول عليه، وعهدت إلي بإلقائه، فلبيت الطلب وقمت بما وجب، وتحققت أن الطلاب شعروا بحاجتهم وعرفوا ما فيه فائدتهم. ولقد مضى علينا زمن كانت الطلاب تنفر فيه من التوسع في اللغة العربية ويعدون الاشتغال بها ضربا من العبث، وكان المعلم منا إذا نطق فصيحة أو كتب صحيحة يسخر منه ويعزى إلى الفيهقة، لأنه لم يجار طبقتهم ولم يساير في خطائهم وأغرب شيء أننا كنا نلاقي مثل هذه الاعتراضات من المتعلمين أنفسهم. فقد سمعت مرة خطيبا يقول في ناد: قد أتيح لنا كذا، فتغامز عليه السامعون وتبسموا بعضهم لبعض تبسم السخرية، فاعتقدت وقتئذ أن الله قضى علينا أن نبقى في غياهب جب الانحطاط إلى يوم النشور. والحمد لله قد تقشعت اليوم غياهب تلك الجهالات في عصر مولانا الخديو الأفخم عباس باشا حلمي الثاني، وأقبل الطلاب على التعلم من كل حدب ينسلون، فانطلقت الألسنة بالفصيح من الكلام، وجرت الأقلام بالبديع من الإنشاء، وكان لتنافس الصحف العربية في الإنشاء
فضل كبير في بعث العربية من مرقدها وتجديد طامسها وإحياء دارسها ولإنشاء مدرسة دار العلوم وحصر تعليم العربية في متخرجيها فضل يضارع ذلك. ولا ننسى تأثير المرافعات القضائية في بدء نشأة المحاكم الأهلية وسماع الروايات التمثيلية باللغة العربية. وما لنا لا نشمر سواعد الجد لتحصيل علوم تلك اللغة وقد ولع بها وقد أولع بها اليوم قوم من علماء الإفرنج في ألمانيا وإنجلترا والنمسا وفرنسا وإيطاليا، فبحثوا عن أمهات الكتب العربية وطبعوها وصححوها ووضعوا لها الفهارس على أصناف مختلفة حتى لا تخفى على القارئ خافية، مثل كتاب سيبويه وشرح ابن يعيش على المفصل ومعجم البلدان لياقوت ومختصر مراصد الاطلاع وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ووصف جزيرة العرب للهمداني وقانون ابن سينا ومفردات ابن البيطار وفهرست ابن النديم وغيرها من نفائس الكتب التي يحتاج سرد أسمائها إلى كتاب آخر. وأغرب من ذلك أنهم ألفوا في العربية كتبا نافعة وطبعوها وأصبحنا ونحن في الديار العربية نشتريها ونحصل الفوائد منها، فجزاهم الله خيرا. فإن كان من الضروري أن يكون لنا قدوة من أهل أوروبا حتى في أخص خصائصنا، فهي القدوة متجلية للعيان ظاهرة لكل إنسان، ونسأل الله أن يوفقنا إلى كل نافع ويمنع عنا الموانع، إنه مجيب من دعا ومفقه من وعى. حفني ناصف.